صباح الخير دكتورة. صباح النور، ازيكم يا بنات؟ الحمد لله بخير. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور. فكروني يا شباب، إن شاء الله في نهاية المحاضرة النهاردة نتكلم عن مادة المد. تمام، الامتحان داخل فيه إيه، وهيكون فيه كويس بأمر الله في خلال الويك إند اللي إحنا فيه. إن شاء الله دكتور. ماشي، عشان تبقوا عاملين حسابكم تبتدوا تجهزوا من دلوقتي. متى هو المد دكتورة؟ نعم، متى تاريخ المد بلش؟ الاختبار امتى؟ اه، ما تحددش توقيت تحديدا، يعني بالظبط جدول لسه منزلش، بس غالبا على الوشك يعني. فخلينا لغاية ما يجهز تاخدوا كويز ان شاء الله من الكويزز اللي المفروض عليها من 25 عنان. أول كويز من حسب صح؟ والله هو لغاية دلوقتي يعني أنا ما دققتش فيه قوي، أنا سايباه بس كده على أساس إنه يحقق الهدف منه، إن أنتوا تتدربوا على فكرة المنصة، وخاصة إن اتعملناها ريسات وكانت في ناس عندها مشاكل في الدخول واسترجاع الباسورد أو الإدمان بيه، القصة دي. فخليه، كل شيء ممكن يجي له وقته يعني، ولكن خلينا إن شاء الله خلال الويك إند، وتحديدا يوم النهاردة إيه، التلات، يوم الخميس، يوم الخميس بالنسبة لكم يكون فيه إن شاء الله كويس. مادة الكويز دكتورة كيف طبيعة ثواني ثواني بس عشان ثانية واحدة، عشان أنا بركز في اللي بيدخلوا معايا دلوقتي، وأعلي الصوت شوية. قول عايزين إيه؟ طبيعة أسئلتك بالامتحان الميد كيف؟ ريتن ولا ملتيبل الميد؟ المد في حين وقبلها هقول لكم، لكن المهم ان انتوا تعرفوا التوقيت اللي احنا فيه المادة. خلاص؟ يعني دلوقتي تعرفوا ايه مادة المد. دكتورة مادة الكويز، مادة الكويز. مالها؟ هقولها في نهاية المحاضرة عشان يبقى الكل سامعني. اوكي اوكي. خلاص؟ دكتورة يا ريت تكتبيني على جروب افضل. ما فيش مشكلة، بس للاحتياط، يبقى انا قلتها بكل الصبر. ناس مش معانا على الجروب، ناس ما بتاخدش بالها، يبقى انا قلتها بكل الطرق ومن خلال كل القنوات. شكرا يا دكتور. العافيه صالح. طيب هنسمي الله عشان نبتدي المحاضره. مبدئيا بس معانا دلوقتي اماني مصاروة، تمام، وصفاء. نعم دكتوره. واماني سوالمه، وايناس. نعم. واسراء. اه دكتور، انا ايناس شواشره. طيب ايناس واسراء وصالح. اه دكتور، الله يسعد صباحك. الله يكرمك يا حبيبتي. وصالح. نعم. واحمد سالم. نعم دكتور. فايز. نعم دكتور. تمام. ومين كمان وداخل معانا؟ احمد جوارنا اهو. وماجد. نعم. خلاص. طيب. دكتورة وأنا يسرى. أنت مين يا حبيبتي؟ أنا يسرى. يسرى قلتها أو ما قلتهاش، بس أنا سجل عندي. ويسرى. دكتورة وأنا تيماء، ما حكيتي اسمي. وتيماء، قلت والله تيماء. معلش. خلينا برضو في مجال قدامنا لسه في نهاية السيشن أو نهاية المحاضرة، ما تشوف الوضع. نسمي الله.
ابتدينا المرة اللي فاتت كلامنا عن الـ Principles of Health Education، وأشرنا لعدد من الـ Principles. أولها اتكلمنا عن الـ Individualization. سريعا كده الـ Individualization ماذا تعني؟ نحن أنا دكتورة. تفضل. مين بقى؟ صفاء. صفاء صفاء محمد وردات إسراء، في ناس هايلين. اللي هي تتمثل بالعمر والوضع الاجتماعي والمستوى التعليمي، هاي كلها خلفية عن الشخص. تمام. وهي هاي كلها بتتأثر في عمل فعالية التدريس بشكل عام، فعالية البرنامج، واللي بيأخذ بعين الاعتبار ايه انه لازم ان يكون الشد بي اندفجوالايز داتوميت ذا لنا نسنيد، انه لازم تكون هاي العمليات التعليمية او برامج التعليمية تلبي احتياجات الفرد، فردية لتلبي احتياجات الفرد. تمام، دي نقطة. ها اللي بعده سترينسينج، ها التقوية، أن نقوي ازاي عملية الليرنينج من خلال ايه؟ التكرار. مين معي؟ مين يحمل؟ يوسف تفضل. ان التكرار هو بيزيد من التعليم و... تمام. تكرار دايما دايما الجزئية دي repetition increases learning، افتكروها تكراري على الشطار عشان اسهلها. تمام. هو بحق وإنه التحقيق إن الالتزام بالسلوكيات بيعزز الصحة. السلوك المعزز للصحة ده بيعتمد على إيه؟ الريبيتيشن. بيعتمد على التكرار وم. والريينفورسمنت والريبيتيشن والريينفورسمنت دايما محتاجين عشان نجود من أي شيء، دايما من أي ممارسة أو لأي ممارسة عشان نجودها محتاجين تكرار. يعني أدائنا بيبقى أفضل بعد ما نكرر كتير، زي ما بتعلموا أي سكيل سايكوموتور سكيل داخل اللاب، ما ينفعش نعتمدها من بعد مرة واحدة بس شوفنا الوضع إزاي، شوفنا البروسيجر بتعمل إزاي، لازم مع نفسينا كده نقعد نكرر هذا الإيه التكنيك، صح كده؟ يبقى لأي ممارسة التجويد فيها بيعتمد على الريبيتيشن بيكون أدائنا أحسن، بلس الريينفورسمنت، بلس الريينفورسمنت اللي هو ايه؟ انه احنا نعمل بيدين، يعني التعزيز، لا حد يعزز الايه السلوك ده، حد يعزز فينا السلوك ده باللي هو بقى ايه، بالتقدير، بالمكافأة، بالإثابة. المهم ان ايه يبقى لتكرار هذا لجودة سلوك معين او مهارة معينة او فعل بتعتمد على الريبيتيشن بلس ان احنا نكافأ، نقدر على هذا. زي ما قلت لكم دايما انسان محتاج نقطتين مهمين جدا في حياته علشان يبدع، القدوه والتقدير. القدوه يبقى في قدامنا نموذج نهتدي بيه او نقتدي بيه، والتقدير ده بيفرق كتير قوي في اداء الشخص. تمام. تالت برنسبل عندي، ها عايز اسمع اصوات غير صفاء وغير يسرى. ها سبورت سيستم. ايه انا دكتوره بحكي. تفضلي. مين؟ صفاء. تفضل. اللي هو بيكون موجود أسرة داعمة أو مجموعة من أصحابه أو أقرانه داعمين لتعزيز التعلم من خلال encouragement to the learning، من خلال توفير التشجيع للمتعلمين أثناء تجربة سلوكيات جديدة. تمام. يبقى الدعم منين؟ الدعم من البيئة اللي احنا فيها أو الناس المحيطين، اللي هي نمبر 1 الأسرة، وبعدين الأصدقاء أو المجموعة اللي احنا بننتمي ليها. الدعم ده يعمل لنا إيه؟ هيشجعنا على إيه؟ على إن احنا دايماً بنحاول ونتبنى سلوك، والسلوك اللي احنا بنتبناه علشان نفضل مستمرين فيه محتاجين reinforcement. تمام. ها حد تاني غير صفاء وغير يسرى؟ حد تاني هتيجوا وقت المشاركة، وقت حصد العلامات، هلاقي فيه بقى ايه قيل وقال، ودي كل اللي انا بقوله بالحرف مسجل، الكلام قدامكم وتشرح ومنتهى البساطة. برينسيبال اخر emotional willing of the learner، نوع ما ايه المقصود بيه، ايه المقصود بالwilling الرغبة والارادة، ايه المقصود بيها، بمعنى اخر ايه المقصود بيها. ابتدي اقول اسامي عشان اطلب انا بقى اسامي علشان اشوف الناس دي حاضره معايا ولا مجرد فاتحه بس اثبات حضور. دكتوره احكي انا. قولي يا حبيبتي. مين انت برضو؟ دكتوره انا تيماء. اتفضلي يا تيماء. اتفضلي. هلا الايموشنال هو ان يكون عنده
إنه بيعتمد على الدافع، إنه كيف المواقف عنده والمعتقدات حول السلوكيات المتعلقة بالصحة يعني. تمام. يبقى المعتقدات. الويلينج. يبقى الويلينج يا تيماء. الويلينج يعني مقصود بها الموتيفيشن. الويلينج اللي هي الإرادة. العزيمة. أو بمعنى آخر اللي هو مفهوم الموتيفيشن لدينا. الدافع. القوة الحافزة أو بالضبط أو الدافع. دي قوة. دي نوع من القوة. طبيعي إن هي موجودة داخل أي حد فينا بتدفعه إن يقوم يبادر ويقوم بتاسك معين. يعني حتى مسألة ان احنا نقبل على ان احنا ناكل ونهتم بالبادلي هايجين وبالأبيرانس واي تاسك، اي تاسك تتخيلوه بيعتمد على وجود الموتيفيشن لدى الشخص، الارادة والعزيمة وقوة الدفع لدى الشخص. الموتيفيشن اللي بنتكلم عنه هنا المقصود بالحافز اللي يدفع الشخص ان هو يتعلم ويبقى، وده مبني على هنا هذه القوة مبنية على الاتيتيود والبليفز اعتقادات او المعتقدات لدى الشخص واتجاهاته نحو الايه الاهتمام بالصحة والسلوك الصحي. عندي نوعين من الموتيفيشن. اسمع حد تاني. عايزة اسمع صوت شباب. انا دكتورة. انا دكتورة. انت مين؟ هديك مجالك. انت مين؟ انا ايناس. اتفضلي يا ايناس. فضل. الدكتورة كمان انه بيحكي انه قد يكون الدافع تمام. داخلي لانه الاباء بيهتموا بصحة اطفالهم. ده انترنال. مش انترنال. يبقى الانترنال موتيفيشن هنا جاي من نابع من الشخص والبيئة اللي بينتمي اليها. تمام. ها. والنوع الاخر. انه يكون خارجي، انه انا اكافئ الطفل او امدحه. as rewards or praise او reward. اللي هو مكافأة او ايه او مدح. تمام. الموتيفيشن اللي اقوى فيهم ايه، اكسترنال ولا الانترنال؟ الدافع الداخلي هو الاكثر بيكون الداخلي. هو ده اللي الداخلي او ما يعرف بيه المورس او السلف دايركتيف. سلف دايركتيف اللي هو القوه اللي بتوجهه يعني. القوه الموجهه اطول يعني بياثر بالظبط، وده تاثيره اطول من الايه، من الاكسترنال موتيفيشن اللي بياخد وقته وبعد كده محتاج يتجدد باستمرار. كمان لا يمكن انه نستغني عن تحفيز الدافع الخارجي. تمام تمام. البرنسبل اللي بعد كده اتكلمنا فيها عن الكونتنت. تاني ادي كده يسرى وتيماء وصفاء وايناس احسنوا. اسمع اصوات اخرى. اسمع اصوات اخرى. كل مره بقول نفس الكلام. عايزه استجابه لو سمحت. مين؟ نعم دكتوره. مين معايا؟ محمد. انا محمد. مين؟ أوردر. وتفضل يا محمد. وبرضو محمد من الناس اللي بتشارك، لكن في ناس متعلم عليها تماما. تفضل يا محمد. الكونتنت. أنا مرتين جديد أشارك وكان الطلاب يسبقوني. خلاص بعديها فكريني بعديها. ها الكونتنت شكلها يا محمد. The content of the information should follow which are the clear, credible, correct, concise, complete. واضحة من مصدر معتمد، صحيحة وسليمة علميا أو صحيحة علميا ودقيقة علميا، concise مختصرة ولكن لا تقل في أو غير مستبعدين المضمون، يعني بنختصر المختصر المفيد ما قل ودل. تمام. complete كاملة ووافية. دي معايير الايه الكونتنت اللي قالت. كل ما باجي أشارك ما أعرفش ايه اللي بيحصل. اتفضلي البرنسبل اللي بعد كده. نعم دكتورة. مين انت؟ محمد. محمد وردات برضو؟ لا حد تاني. حد تاني دكتورة. حد تاني تفضل. knowing information the detection. مين؟ صالح. صالح تفضل يا صالح. non information المسار بتاعنا يبقى شكله ايه؟ the detection should straight من المعلومات المعروفة. يجب ان يبدأ المربي من المعروف الى المعلومات المجهولة. يعني مسار مسار التدرب بالنسبة لنا للهيلث إديوكيشن بيبتدي من المعلومة المعروفة لدى الشخص للإيه؟ للمعلومة الغير معروفة أو غير معلومة. يبقى المسار بتاعنا نحن ماشيين فيه من المعلوم لغير الإيه؟ المعلوم. عارف بنبتدي من إيه؟ البداية بتاعتنا من اللي عارفه المريض وبنكمل عليه وبنكمل عليه. طيب التدرب بيمشي إزاي؟ على حسب على حسب المعلوم دكتورة. على حسب الليرنر كاركترستكس. طبقاً دي التدرب بيمشي بالنسبة لي طبقاً دي الليرنر كاركترستكس. مش كل انتوا كمجموعة ليرنرز او او شعبة معينة مش كلهم يتمتعوا بنفس الخواص. في ناس بتستقبل المعلومة وبتفهمها سريعاً، في ناس محتاجة
المزيد من التوضيح والشرح، في ناس محتاجة المزيد من اعطاء situations وهكذا. عشان كده لازم تبقى اي مجموعة فيها نوع من التجانس، اي مجموعة بتخضع لدراسة subject معين لازم يكون تتمتع بالتجانس. يعني التجانس يعني قريبين في العوامل المشتركة اللي بينهم، تمام؟ عامل العمر، لو احنا ماشيين على الخطة الدراسية المساق ده مثلا على سبيل المثال، ده الفصل اول طبقا للخطة الدراسية والاسترشادية، ده فصل اول سنة تالتة، يبقى كل الناس في الظروف دي. ده بيتطلب هذا المساق يتطلب متطلب سابق قبل او متطلب متزامن معين، يبقى كل ملتزم بالايه بالجزئية دي عشان يتشابهوا فيما بينهم في الكاركترستكس. اوكي اوكي دكتور. فيدباك حد غير صالح؟ يلا صالح تمام بيشارك. حد غير صالح؟ انا ايناس اشرح الفيدباك. طيب في حد كان بيقول قبل ايناس؟ انت مين بقى؟ انا اماني مصاروه. اماني وخدي فرصتك تفضلي يا اماني. الفيدباك دكتوره اللي هي البوزيتيف ريماركر هيلب ادوكيتر، احنا بنحكي لها الريزلت او ردود الفعل. رد الفعل او تغذيه الرجعه، تمام. يبقى لازم زي ما اتفقنا من قبل، اي انتر اكشن بين طرفين لازم يكون في اخذ وعطاء، ما ينفعش الموضوع يبقى استرسال في اتجاه واحد بس. اخذ وعطاء، الفيدباك هو الرد الفعل، تمام، وبناء عليه لازم يكون في من الطرف الاخر بوزيتيف ريمارك طبقا للفيدباك. دكتوره معلش اعلق على الفيدباك شوي. تفضل دكتوره. هلا انا اي موضوع او مثلا بدي ابيع منتج او اي شيء لازم اسمع الراي الاخر. يعني مثلا انا بعت منتج بروح بسالهم انه سيئات وحسنات بالنسبه لكم، يعني تغذيه الراجعه عشان احسن منتجي حسب راي المستخدمين. تمام، يبقى ده بيساعد في التقييم او في التقويم. بيساعد التقييم بالظبط، تقويم البروسيس اللي مر بيه. يعني مثلا لو حتى انت مش بس بتبيعي منتج، لو رايحه مطعم تاخدي وجبه وبتتناولي هناك يقول لك فيش اي ملاحظات، ده حلو جدا، سواء كانت ملاحظات ايجابيه للتشجيع عليها او سلبيه تؤخذ بعين الاعتبار لتفاديها. هي دي نفس القصه، الملاحظات بالنسبه لنا هنا ايه؟ هي عمليه الايفالويشن، تمام، او الملاحظات دي بتمثل ايه؟ بتمثل الايفالويشن لثلاث اشياء او ثلاث محاور اساسيه. محور بيمثل ايفالويشن للليرنر، تقويم للليرنر، تقويم اخر للايديوكيشنال بروجرام نفسه، نشوف البرنامج نفسه هو effective ولا محتاج عليه تعديل وتغيير، و evaluation آخر لل teacher effectiveness أو للteacher وأداءه لدوره، تمام؟ يبقى الـ 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 كل ما يخضع ليه learner من سبل للتقويم هو مش بس تقويم لشخصه أو تقويم لمستواه، لا، تقويم لمستواه دي نقطة، وتقويم لمدى فعالية البرنامج، وتقويم لأداء المعلم أو المدرس. أوكي؟ هنا تقييم للنتائج، صح دكتورة؟ ما هي النتائج ما نيجي نحللها تدينا إشارة للثلاث محاور دول. طيب اللي بعد كده teaching practice. ها teaching practice أنا قلت فيها إيه المرة اللي فاتت؟ إزاي نعلم مهارة تطبيقية؟ إزاي نعلم مهارة تطبيقية؟ بيعتمد على إيه؟ على جزء أول بالتسلسل كده، اعطاء الايه الخلفيه النظريه عن المهاره دي زي ما اتفقنا، ودينا مثال من خلال دراستكم المساق زي الفاندمنتال مثلا، ماده الاساسيات، اللي بيحصل خدته تكنيك زي الاي ام انجكشن. هل دخلته على اللاب وقفزته على اللاب مباشره ده؟ لا دكتور، تمام. اكمل اول شيء ياخذها على مثلا دميه، بعدين يدخل على دكتوره قبل مرحله الدميه. معلش، قبل مرحله الدميه، قبل ما تدخل اللاب اصلا وتدخل عتبه اللاب، انت ده ماده الثيوري دكتوره، لازم اساسيه. ايوه الجانب الثيوري، مش كده؟ خدته الاول الخلفيه النظريه عن هذا التكنيك، اوكي، وبعدين اقدمته على خطوه ومرحله اللاب، اتعلمته بقى على الدميه. يبقى ايه اللي حصل لما اتعلمته من خلال استخدام اكويبمنت وفاسيلتيز معينه؟ اللي حصل ان انا في عندي النظام الصح بقى، في عندي تشيك ليست، في قائمة بتتمثل في عدة خطوات من الـ A to Z. القائمة دي بالمقابل مع وجود facilities و equipment احنا تلمسناها وشفناها بعينينا وبكل حواسنا، ابتدى الديمونستريتور عندي اللي هو الكلينيكال انستراكتور يشرح لي عليها، مش كده؟ يشرح لي طبقا للأدوات المستخدمة والخطوات المتبعة. طيب دي ده اللي انا بتكلم فيه، ده اسمه ايه؟ اسمه ديمونستريشن، اسمه ديمونستريشن او معناه ديمونستريشن. ايه ديمونستريشن؟ الشرح بالعرض،
الشرح مع استخدام العرض، تمام كده؟ طيب هل دور الموضوع انتهى عند كده؟ لا، انت كليرنر ايه فرصتك بعد كده؟ ان انت تعمل ريديمونستريشن، خلاص؟ لا تعتمد لتعلم تكنيك معين على ان انت شفته بيتعمل ازاي، لا انت كمان تعمله بايدك. في حد بيتعلم القيادة السواقة ومجرد انه اخذ خلفية نظرية بس؟ لا، موضوع ناقص. ومجرد انه هو شاف المدرب بتاعه ازاي بيعرفه السواقة بس؟ لا، الموضوع ناقص. اللي بيحصل ان بيبتدي هو كمان يعمل ايه؟ يجرب بايده، مش كده؟ يقود السيارة، ولازم يبقى في حد ايه؟ ممارسة دكتور. بس مش الممارسة لوحدك، انا بتكلم على البروسس قبل ما تنطلق انت بقى وتنزل على ارض الواقع الكلينيكال اريا وتبتدي انك انت تطبق. فدي خطوات اساسية، الخطوات دي انت لازم تطبقها بنفسك، توصل لمرحلة على الليرنر يعمل ريديمونستريشن. يبقى مين اللي بيعمل ديمونستريشن؟ اللي بيعمل الديمونستريشن الانستراكتور، الكلينيكال انستراكتور. مين اللي بيعمل ريديمونستريشن؟ الليرنر. واضح الفكرة؟ واضح الفرق؟ واضح. يبقى اللي بيعمل الديمونستريشن داخل اللاب الكلينيكال انستراكتور، مدرب او المشرف بيعلمكم ازاي التكنيك هذا بيتم طبقا لخطوات التشيك ليست. انت بتعمل ايه كليرنر؟ انت بتطبق بايدك، اسمها ريديمونستريشن، طبقا برضو لنفس التشيك ليست. التشيك ليست اللي انت اتعلمت من خلالها فنية معينة بيتعمل لك على أساسها ديمونستريشن، وانت بتعمل على أساسها كليرنر ريديمونستريشن، وبتتقيم على أساسها وقت الإيفاليويشن. أوكي، ده معنى الإيه؟ لأن القاعدة عندي بتقول لي if they will do they will learn and remember. انت لما طبقتش بإيدك مش هتتعلم، يبقى التعليم ناقص، وهتبقى في مشكلة في التذكر. دايما احنا لما بنطبق بإيدينا وبنمارس التكنيك ده بإيدينا وبعد كده بنجوده بتكرار الأداء ليه، بيكون عملية التعلم والتذكر للأفضل. أوكي، ده برينسيبل الخاص بـ teaching practice. عندي برينسيبل آخر عنوانه active participation. يعني إيه بقى؟ تفضلي. هلا انه المشاركه الفعاله لما بيكون في نشاط في العمليه التدريسيه نضمن احنا تعلم فعال للليرنر افضل. طبيعي الاكتيف بارتيسيبيشن، هنا الاكتيف بارتيسيبيشن من قبل الليرنر. كل ما انت كمتعلم بتشارك بشكل فاعل، يعني الحضور هنا انا عندي شعبه فيها 23 طالب حاضر منهم 20، اما يبقى في النهايه ال 20 دول منهم 5 بس اللي بيشاركوا، ده هيأثر على أدائهم؟ بيأثر على أداء، لأنك لما بتشارك أو نوعية المشاركة فاعلة، مش مجرد بس بالحضور زي ما بنقول بالروح، إن ده حضور فقط شكلاً وليس مضموناً أو ليس فعلاً، ده بيبقى مردوده أقل في فعالية عملية التعلم. يبقى هنا actively participated in teaching learning process to ensure an effective learning. يبقى التعلم بفعالية بيعتمد على قدر مشاركة الليرنر. كل ما بيشارك بالشكل الفاعل والنشط والإيجابي، بتشارك إزاي؟ بتحضر الموضوع المحاضرة من قبل، بتحضر، أما بتحضر كخطوة مبدئية بتعرف إيه الكونتنت، إيه المحتوى اللي هيتم عرضه، وإذا كان لك أي استفسار هتطرحه وقت النقاش، وبعدين بتحضر وقت العرض، وبعدين بتشارك، وبعدين بترجع تراجع تاني الدرس من بعد إعطائه. ده بيزيد وبيجعل عملية بيزيد من قدرتك وبيجعل عملية التعلم إفكتيف أكتر. تيجي وقت الامتحان او قبل الاختبار، بعد كل الخطوات اللي انت اتخذتها سابقا، مساله استذكار دروسك بتبقى اسهل من ان اي حد فينا يفتح الموضوع او الماده لاول مره قبل الاختبار. تمام كده، ده بالنسبه للمشاركه الفاعله اللي بتعتمد على الليرنر وادائه لدوره. نبحث دايما لما نرجع لريسورسز وريفرنس كتير، كل المجهود اللي احنا بنبذله دايما، معلش انا بستعين بمثل بيقول لك الايزي كام ايزي جو، ما ياتي بسهوله يروح بسهوله، اللي جينا بسهوله لو راح مننا بسهوله هنزعل عليه؟ هتزعل عليه؟ مش هتزعل، لانك ما تعبتش فيه، تمام؟ لكن اللي انا تعبت فيه هحتفظ بيه ومش هيروح مني بسهوله.
وبالتالي بتكون نتاج كل هذا ان عمليه التعلم اكثر فاعليه. اخر برنسبل عندي اللي هو conclusion، يعني ايه بقى الخاتم؟ الخاتم دكتور انا اتفضل. At the end, the conclude the important. معي أماني. أماني استوال. تفضل يا أماني. أماني استوال. Important. The important points to the learner. يبقى على الeducator. معناه إنه الخاتم في النهاية الاعتماد الأكبر على على المربي إنه يستنتج النقاط المهمة للمتعلمين الموجودين عنده. يبقى دايما كده كل سيشن، كل سيشن ليها مسار معين، كل سيشن بيني وبين انا كإديوكيتور بيني وبين الليرنر ليها مسار معين. بتبتدي عاده السيشن بايه؟ بورم اب. ورم اب يعني ايه؟ احماء. يعني ايه احماء؟ متمثل في ايه؟ نعمل ريفيجن خلاص. ما ببتديش معلومه او عناصر لموضوع معين جديده لسه غير لما ببتدي البدايه اللي هي التسخين او الاحماء. ازاي بنسخن او نعمل عمليه الاحماء دي؟ من خلال الايه؟ المراجعه لما سبق خلاص، الريفيجن. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بندخل في المضمون، المضمون او النقاط اللي هي لسه بتعرض لاول مره. وبعدين الخاتمة الكونكلوجن، نهاية السيشن. اللي بيحصل نهاية السيشن بنسلط الضوء على أهم النقاط اللي تم عرضها، أهم النقاط اللي تم عرضها أثناء السيشن. أوكي؟ يبقى السيشن، أي سيشن علمية أو أي سيشن بيني كإديوكيتور وبين مجموعة ليرنرز، بتبتدي بالريفيجن الأول، بين قوسين ورم أب، وبعدين الكونتنت المستجدة الجديدة، وبعدين الكونكلوجن أو السيشن الخلاصة أو الإيه، تسليط الضوء على أهم النقاط وإعطاء ملخص لما تم عرضه. أوكي؟ دي كان كلامنا عن الإيه؟ Principles of Health Education. دلوقتي هنبتدي نتكلم عن الاستراتيجي، استراتيجيات الـ Health Education. The first step in planning any health education is to decide what the key problems are. يبقى أول خطوة عندي كلام كده واحدة واحدة. أول خطوة لتخطيط أو لعمل مخطط لأي برنامج تثقيفي، ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على تحديد المشكلة. تحديد أبراف، تحديد إيه هي البروبلمز أو إيه هي الإيشوز، أور أند وات أدفايز شود بي جيفن، وبناء عليها إيه النصائح اللي إيه اللي مطلوبة. ويل مينينج أتمت تو إنتروديوس نيو براكتسز مي فيل إف زي آر إنكومباتبل ويز لوكال بليفز أند براكتسز. ولازم يؤخذ بعين الاعتبار إن أي محاولات، أي محاولات لتغيير سلوك أو محاولات لإضافة سلوك معين الهدف منه التقاء بصحة الناس اللي احنا بنشتغل معاهم، لازم المحاولات دي او عفوا الممارسات دي تبقى متمشية مع ايه؟ متمشية مع المعتقدات والممارسات المحلية. تمام، معتقدات هذا المجتمع والممارسات المتداولة شكلها ايه. The changes advocated by health educators who are based centrally and may be unrealistic locally, so a comprehensive strategy of health education both locally and nationally is necessary. Any proposal for a change of practice should be. طيب يبقى احنا بنتفق ان اول خطوة عندي لأي برنامج تثقيفي بيعتمد على تحديد المشكلات وايه التعليمات اللي من خلالها او النصائح اللي من خلالها هنساعد في حل تلك المشكلات. دي نقطة. أي ممارسات هنوصي بيها لازم تبقى متمشية مع معتقدات المجتمع أو الثقافة بتاعت الناس اللي في هذا المجتمع. أي مقترح لتحديث تغير لازم يعتمد عليه. أي مقترح، any proposal for a change of practice المفروض، المقترح لإحداث تغير في السلوك يعتمد على النقاط التالية. أولاً be simple to put into practice، ان السلوك اللي احنا بنوصي بيه او بنقترحه ده اللي يبقى simple to put into practice with existing knowledge and skills in the community. يبقى هذا السلوك او تلك الممارسة تبقى بالشكل البسيط اللي يقدر الناس يضمنوها ضمن ممارساتهم اليومية ومتمشية مع النوليدج وكم المعرفة والسكيلز للافراد يعني احنا دلوقتي معلش دايما بنستعين مثال كورونا هو اللي بيفرض نفسه علينا. لما بنتكلم على غسل الايد مثلا، ده شيء المفروض ان ده ما هوش مستجد علينا. وكمان الغريب ان احنا بنتعلم دلوقتي واحنا في القرن مش عارفه 21 ازاي نغسل ايدينا صح.
هو كل التخوف من فيروس زي كورونا. طب ما في حوالينا المايكرو اورجانيزم قد كده مش كده، بس هو التركيز دلوقتي على كورونا لان هي الايه، هي الفيروس اللي له تاثيره على البشر من حيث الاصابات والوفيات. ولكن زي فكره ان احنا نغسل ايدينا دي حاجه غريبه شويه. المهم انه اي مقترح لاحداث تغير في السلوك، يبقى انا لما بقول السلوك المفروض الناس تسلك سلوك معين او تقوم بممارسه معينه، تبقى الممارسه دي بسيطه، تبقى الممارسه دي سهل تطبيقها، يعني ما تطلبش تكنيك او فنيه تبقى معقده شويه مش الناس تقدر تزاوله، ومتماشيه مع النوليدج والسكيلز لدى الافراد في هذا المجتمع، ما نطلبش شيء معقد. يعني fit with existing lifestyle and culture، يبقى تلك الممارسة أو هذا السلوك متناسب مع إيه؟ مع نمط الحياة. نمط الحياة وأسلوب الحياة وثقافة الناس، تمام؟ and not conflict with local beliefs، ما نستعينش بأمثلة أو بممارسات من مجتمعات تانية تتضارب مع إيه؟ مع معتقدات المجتمعات اللي عايشين فيه. محلي. تمام. فده نقطة مهمة لازم ناخد بعين الاعتبار، ان السلوك ده يبقى سهل وبسيط وممكن تضميمه مع اللايف ستايل طبقا لثقافة المجتمع والمعتقدات الخاصة. not require resources of money، ان هذا السلوك برضو ما يتطلبش موارد كتير او يبقى له تكلفة باهظة ماديا. يعني برضو تاني غسل الايد ده محتاج كل عشان نغسل ايدينا ونغسل ايدينا صح، احنا في حاجة لإيه؟ مجرد ميه وصابون مش كده، ميه وماده ننظف بيها، صابون عادي صابون سائل ايا كان. هل الموضوع ده باهظ في التكلفه؟ لا، حتى مش لازم يبقى في نوعيه معينه من الصابون البراندات والانواع اللي احنا بنشوفها في التلفزيون والمسميات الغريبه، هو صابون محترم او صابون موجود داخل اي بيت وميه موجوده بنغسل ايدينا بيها، ما فيش المزيد من الايه من الماتيريال ولا الريسورسز اللي تكلف الناس وتبقى باهظه ماديا عليهم. and times that are not available locally، ولا يبقى إذن الممارسة أو السلوك اللي بنوصي به يبقى متماشي مع قدرات الناس المادية، لا يتطلب المزيد من الريسورسز ولا الأموال ولا الوقت اللي قد لا يستطيع البعض توفيره. كمان أي مقترح لإحداث تغيير في سلوك يبقى meet a felt need of the community، يعني إيه؟ يعني يلبي حاجات المجتمع، تمام. يبقى هذا السلوك يلبي حاجة الأفراد داخل هذا أو هذا تلك الممارسة، تلبي حاجة الأفراد داخل المجتمع، ما جيبش مشكلة من مجتمع تاني وابتدي أتكلم فيها وأوصي بالتعامل معها إزاي والمفروض ممارسات الناس تبقى إزاي. ده هيمس حاجة الناس؟ مش هيمسها، مش كده؟ مش هيمسها. فدايما بأي مقترح للتغيير لازم يمس مشكلات اللي موجودة داخل هذا المجتمع، ما جيبش مشكلة من مجتمعات أوروبية ولا أمريكية ولا مش عارفة فين، في على الوجه على الكرة الأرضية وابتدي أتكلم فيها هنا. الناس أصلا مش هتهتم ليها، لأن دايما إحنا بنهتم بالشيء اللي يمسنا، بالشيء اللي يهمنا، بالشيء اللي يخصنا. مشكلة كورونا أول ما ظهرت لما كانت في الصين في نهاية السنة اللي فاتت ما كانش حد بيتكلم فيها، صح؟ وكان اللي بيتكلم عنها نتيجة هي بس موجودة على الميديا، يعني خبر بنلاقيه في وشنا أول ما بنفتح التليفون أو التلفزيون مثلا، بس كان فيه هذا الاهتمام. ابتدينا احنا امتى بقى نعمل له حساب؟ لما ايه؟ لما وصل عنا، لما وصل لنا، تمام كده؟ طيب أي مقترح لإحداث تغير أيضا be seen by the people to convey real benefits in the short term. بيكون مس أنا دكتورة أنا. What is the distant future؟ تفضلي حبيبتي قولي لي اسمك. إنه أنا يسرى. تفضلي يسرى. إنه يكون له فوائد حقيقية للناس على المدى القصير مش على المدى بالمستقبل البعيد. بعيد. ليه؟ عشان يشجع الناس على إيه؟ على إنه يمارسوا هلا. وزاول الغرافة. لأن إحنا دايما إحنا كبشر يعني سبحان الله بنتسم كده ان احنا بنبقى عجولين، يعني دايما بنستعجل النتائج، دايما بنستعجل النتائج، دايما افتكروا نفسيكم كده هتمتحنوا دلوقتي، متهيألي يمكن البعض عايز النتيجه قبل ما يمتحن، عايز يمتحن دلوقتي بعد دقيقتين يسلم الورقه بتاعته ويعرف علامته. فدايما احنا عندنا شغف للحصول على النتائج، فيبقى نتيجه هذا السلوك او تلك الممارسه
جلب الفوائد او تحقيق منافع في الوقت القريب. احنا ليه البعض مننا، معلش خليني استخدم مثال غريب شوية، الناس اللي بتتبع دايت علشان حمية غذائية معينة علشان تقلل من وزنها، في ناس بتستمر ده على حسب هدف كل شخص والإرادة والعزيمة عنده شكلها ايه، في ناس بتستمر عندها بنقول ايه اسلوب النفس الطويل، وفي ناس بتيأس وبتستسلم بسرعة. ليه؟ لان احنا عايزين النهاردة انا اتبعت حمية غذائية معينة، عايزه بعد يوم، عايزه يدوب كام يوم، ها، او فتره انحف 2 كيلو بالظبط. طب انا دلوقتي بس في الاردن دكتوره عموما دي النفس البشريه. طيب انا دلوقتي لما زدت وزني عن الوزن اللي كان من قبل والايمج اللي انا كنت حابه اكون عليه، زدت لي مثلا 10 12 15 20 30 كيلو، زدتهم في قد ايه؟ زدتهم في سنين، مش هاجي اخسهم وانا وانزل الوزن في اسبوعين ولا شهر، لا، الموضوع محتاج ايه؟ محتاج الصبر. عاده بنستعجل النتائج. طيب انا سريعا على ان السيشن قربت تخلص، حابه اشوف مين معايا في الحضور برضو عشان ما اظلمش حد. خلاص احنا قلنا يسرى من قبل ومحمد وردات، تمام. احمد جوارنا خلاص، وبالرغم ان الناس دي انا زعلانه منها لاني ما بسمعش صوتها، فبعد كده هنبتدي نحاسب مش بس على الحضور، على الحضور والمشاركه. اماني واماني، اماني المسار وما بتشارك، اماني واماني واسراء وغيداء، غيداء معانا، غيداء دكتوره موجوده، خديجه دكتوره موجوده، خديجه بطلت تشارك خايفه على صوتها. ماشي لا دكتوره مش هتعصب. ماشي يا خديجه هتروحي مني ايه؟ محمود خليل معانا معاكي دكتوره، وصالح خلاص، واحمد سالم خلاص، وتيماء، عبد العزيز من الناس اللي دخلت كده على استحياء متاخر شويه، وفايز خلاص. الكل قدم السيمينار بتاعه؟ الكل رفع السيمينار؟ نعم دكتور. بس في ناس لا، في ناس لو بعد تواصل معاهم. همام ما شاء الله لا، عبد العزيز خلاص انت قريب يا عبد العزيز، دخل رفع السيمينار لان انا عامله مراجعه سريعه. احمد ابو فتاح واحمد ابو عادي برضه لا. يبقى في ثلاثة ما اعرفش لسه، هشوف النهارده وضعهم ايه. وفي محمود خلاص ظبط الدنيا بالنسبه له، صح يا محمود؟ طيب. دكتور عدلته. طيب خلاص، خلاص احنا خلينا دكتوره مسجل. وانا ايناس. ايناس والله يا حبيبتي مسجلاكي يا ايناس، ما تقلقيش. دكتوره حافظه صوتي ولا لا؟ والله بصوا احفظكم بالتكرار لانه احيانا بشارك بدون ما احكي اسمي عشان هيك. طيب عموما اجهزوا بسرعه كده كويز يوم